حبيبي يا أغلى من كل سنة وانتي طيبة يا مامتي يا ست الحلوين معلش استحمليني هتكلم واسمعيني ده انا شايل من سنين ماما 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 يا ماما من صغري خايف قلقان مرعوب من قط الفيران ولو في يوم صحيت مبلول الاقيكي فطحاني عند الجيران انا عارف انك موهوبه وفي رمي الشبشب لهلوبه ولو في يوم انا جالي عاديه تاخديها اه يا عروبه وتجيبي بجامه كبيره وتقولي الله دي خطيره وصلت انا تالته اعدادي ولسه يا ناس عليا كبيره ما تاكلش حاجه وما تشربش مش عايزه شقاوه وما تلعبش لا وكمان بص الجبروت تضرب وتقول ما تعيطش تضرب وتقول ما تعيطش تضرب وتقول ما تعيطش طب فاكره زمان كنت اعمل كارثه واجري اوام قدره في الاوضه والحمام وتقولي افتح مش هعمل حاجه ولا اي تلطيش ورا وقدام ولو طلبت تصحيني تيجي بهدوء وبحنيه وتقول يا ودي الساعه 10 اصحى والاقيها لسه 8 لو اتاخرت في يوم بره تقولي لي مش فندق يا عينيا وتعلي في صوتك ابويا يصحى وبالخرطوم يضرب فيا شاطر ومؤدب متربي والناس بتقول اه يا حلاوتك الا انت تملي كسفاني وتقولي شايف ابن خالتك بيشرب سجاير على فكره راجع من الشغل وحلي مهدود ولسه لا اكلت ولا ريح تقولي يوه نسيتي اقطعني هاتلي الطلبات دي من تحت عايز افرح بيك قبل ما اموت والشبكه عليا هشتريها ويوم ما اخطب واكون مبسوط بتضايقي فيها وترضيها وهوبا اوام بيجي لها الحاله وترضح وتقولي تعالى انا اصلي ما جبتش رجاله نسيت تاخد الزباله وارجع بالليل ابقى جعان ملاقيش غير جبنه وعيش بتيبان ويوم ما اقول انا هبدا دايت الاقي اصناف اشكال والوان بشاميل جنان محشي بتنجان كفته وطرب ونيفه كمان بيقابليني لو خسيت مش عايزك تبقي زعلانه انا كنت بهزر بامانه ده انت حبيبتي يا احلى ام ده انت معانا دايما شقيانه عارفه يا امي نفسي في ايه ياخد من عمري ويديكي ما انت يا امي ست الكل والجنه تحت رجليكي انت سندي وضي عينيا انت حبيبتي وكل مالية عملت ليكي غنوه مخصوص عشان معيش اجيب لك هديه يا لهو عليها وعلى طعمتها عليها ضحكه حلوه انما ايه طول عمري متربي في خيرها الاقي معاكي 200 جنيه اه بهزر خلاص بهزر كل سنه وانت طيبه ماما 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 يا ماما من صغري خايف قلقان مرعوب من قط الفيران ولو في يوم صحيت مبلول الاقيكي فطحاني عند الجيران انا عارف انك موهوبه وفي رمي الشبشب لهلوبه ولو في يوم انا جالي